السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور الهامة عند تأسيس البرنامج الأكاديمي هو كتابة رسالة وأهداف البرنامج بشكل صحيح، لأن جميع المتعلقات اللاحقة من مخرجات تعلم ومؤشرات أداء وخطط استراتيجية وخطط تشغيلية وأنشطة ومنهاج دراسي وتوصيف للبرنامج وللمقررات لابد أن تكون متسقة ومشتقة من رسالة وأهداف البرنامج. هناك عدد من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند كتابة رسالة البرنامج، وأهمها أن تكون رسالة البرنامج وأهدافه مشتقة ومتسقة مع رسالة الكلية والجامعة، أن تحمل الرسالة هوية البرنامج وتعكس توجهاته العلمية والبحثية وخدمة المجتمع، أن تأخذ الرسالة بعين الاعتبار التوجهات والرؤى الوطنية وقدرتها على المساهمة في العمل على تحقيقها، أن تبنى الرسالة والأهداف وفق الإمكانيات البشرية والمادية التي تساهم في تحقيقها، أن تكون الرسالة والأهداف متوافقة مع متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، أن تركز الرسالة على المنتج للبرنامج سواء الخريجين أو البحث العلمي أو أنشطة خدمة المجتمع، أن تتناول الرسالة والأهداف الشق الأكاديمي والشق التشغيلي بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للجامعة وتوجهاتها، أن يتم وضع الرسالة والأهداف من قبل أناس متخصصين من الأكاديميين والمتخصصين وأصحاب العمل. مكونات الرسالة: سنحاول هنا بيان المكونات الرئيسية للرسالة، وهي أولا الفعل الذي ستقوم به الرسالة من الناحية الأكاديمية أو التعليمية، مثل تجهيز خريجين أو تحضير متخصصين أو مهندسين أو محاميين أو محاسبين أو غيرهم. ثانيا صفات الخريجين الرئيسية، مثل محترفين أو على مستوى عال من العلم أو التأهيل في مجال التخصص، وأيضا يمكن إضافة قادر على التطور والتعلم الذاتي وأيضا التمسك بالقيم والمبادئ وأيضا القدرة على الانخراط في سوق العمل والقدرة على البحث العلمي والتقصي وغيرها من الصفات التي يريد البرنامج أن تكون متوفرة في خريجه، وطبعا ذلك يتبع هوية البرنامج والتخصص الأكاديمي. ثالثا رسالة البرنامج من الناحية التشغيلية، وهي تقسم عادة إلى عدة أجزاء، وهي دور البرنامج في النتاج العلمي من أبحاث يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية، وأيضا الأنشطة المجتمعية التي يقدمها البرنامج للمجتمع، وأيضا مساهمة البرنامج في تحقيق الرؤى الوطنية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، مثلا تقليل الفجوة بين الأكاديمية وسوق العمل، وعادة ما تكون جميعها مرتبطة برسالة وأهداف الجامعة سواء من خلال رسالة الجامعة وأهدافها. كيفية كتابة الرسالة: هنا نستعرض بعض الأمثلة لكتابة الرسالة بناء على عدة خيارات تم إدراجها في هذا الجدول، حيث تم تقسيم الجدول إلى ثلاثة أجزاء: جزء له علاقة بالفعل، الجزء الثاني التوجه الأكاديمي أو التعليمي للبرنامج، وأيضا جزء يتعلق بالتوجه التنفيذي أو التشغيلي بما يتعلق بالبحث العلمي وخدمة المجتمع وغيرها. فعلى سبيل المثال يمكن كتابة الرسالة كالتالي بناء على هذا الجدول:
الجزء الأول وهو الجزء التعليمي، تجهيز أو تحضير أو تخريج مهندسين على مستوى عال من التعليم والمهنية في تخصص الهندسة الكهربائية، ولهم القدرة على البحث العلمي والعمل الجماعي. أما الجزء الثاني وله العلاقة بالخدمة المجتمعية، إنتاج البحث العلمي الذي يهدف إلى خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة. كما نرى من المثال أن الرسالة مكونة من جزئين، جزء تعليمي وجزء مجتمعي، ومنهما يمكن كتابة أهداف البرنامج، ولتكن على سبيل المثال 4 أهداف، هدفان تعليميان وهدفان مجتمعيان، مثل تخريج مهندسين على مستوى عال من المهنية والمستوى العلمي في التخصص، قدرة الخريج على البحث العلمي والقيادة والعمل الجماعي، إنتاج البحث العلمي الذي يهدف للتطوير وحل المشكلات الهندسية، خدمة المجتمع من خلال المساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق الرؤى الوطنية. شكرا لكم، وإن شاء الله مستقبلا سوف نقوم بالتحدث عن كيفية ربط الرسالة والأهداف بمخرجات التعلم ومؤشرات الأداء.